السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يو اس تي وقناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض جنرال إكزام رقم 27 من كتاب ماي نيو فريند، كتاب الامتحانات، كتاب 85 امتحان المراجعة العامة والنهائية العام 2022. يا ريت على مخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ولو دي أول مرة تشوف القناة يشرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك إشعارات بالحلقات الجاية إن شاء الله. ولو قدرت انك تدعم القناة بتحويل مبلغ مالي على رقم فودافون كاش الظاهر قدامك على الشاشة اكون ممتن جدا دعما منك لضمان استمرار تقديم المزيد من الفيديوهات النافعة ليكم بإذن الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة ثانية ويلا بينا نبدأ. بسم الله، اول سؤال عندنا بيقول choose the correct answer. Number one, the book is due to be published. Due to here means not. الجملة معناها ان الكتاب من المتوقع ان يتم نشره. كلمة due to هنا معناها ايه؟ لسه انا قايل في المعنى، معناها من المتوقع ان، يعني تنفع expected، وبرضو تنفع اقول من المرتب له ان ينشر، يعني برضو arranged تنفع. يبقى الإجابة هتكون both A and B. وكلمة due بتيجي بمعاني كتير مختلفة. على سبيل المثال لو قلت جملة بالشكل ده، the new train is due in 5 minutes، يعني بالعربي القطار الجديد من المتوقع أن يصل خلال 5 دقايق. يبقى كلمة due هنا معناها متوقع. طيب لو قلت جملة تانية بالشكل ده، the rent اللي هو الإيجار يعني is due on the first of each month، دي معناها مستحق، معناها مستحق الدفع. يعني ايه الجملة؟ الإيجار مستحق أن يدفع في أول يوم من كل شهر، دي معنى تاني. طيب لو قلت حاجة بالشكل ده، her illness is due to stress. due to هنا معناها ايه؟ معناها ناتج عن او بسبب، والجملة معناها ان مرضها بسبب او ناتج عن الضغط والتوتر والارهاق. طيب لو قلت جملة برضو بالشكل ده، جملة تانية، لو قلت the plane الطائرة was flying due east. هنا due ما هيش صفة، انما كل اللي فات ده كان صفة، انما due هنا مش صفة. due هنا بقى ايه؟ due هنا ظرف adverb معناها بالضبط او مباشرة، لانها بتوصف الفعل fly، والجملة معناها ان الطائرة بتطير او متجهة ناحية الشرق مباشرة. طيب ده بالنسبة لكلمة ايه؟ كلمة due. طيب بالنسبة لكلمة owing to، owing to بتيجي بمعنى بسبب وبتساوي due to. احنا هنا قلنا ان من احد معانيها due to، من احد معانيها كلمة بسبب. هي فعلا اوقات بتيجي بمعنى owing to. يعني لو قلت على سبيل المثال جملة بالشكل ده، the match was cancelled، يعني المباراة الغيت owing to bad weather او the bad weather. هنا كلمة owing to بتساوي due to. يبقى اوقات الكلمتين دول بيساووا بعض، بس لما يكون الاتنين معناهم ايه؟ لما يكون الاتنين معناهم بسبب، وده بتعرفه من خلال السياق او الكونتكست بتاع الجملة. owing to برضو لها معاني تانية، ممكن تيجي بمعنى دين غير مسدد، يعني فلوس ما اندفعتش، دين ما اندفعش. لو قلت على سبيل المثال
how much it is still owing to you بالشكل ده. How much is still owing to you يعني كم الكمية بتاعت الفلوس التي لازالت لم تسدد لك، كم كمية الفلوس اللي لسه ما اندفعتش ليك. owing to هنا شبه owing to هنا، بس owing to اللي هنا اللي الناحية دي دي معناها بسبب، لكن owing to هنا دي معناها دين او دين غير مسدد، فلوس ما اندفعتش. برضو في جملة تانية ممكن توضح المعنى ده اكتر، لو قلت مثلا you need to pay the amount owing plus the interest. يعني ايه الجملة دي؟ يعني معناها ان انت محتاج تدفع المبلغ الذي لم يسدد إضافة إلى الفايدة اللي على المبلغ اللي أنت استلفته. فده برضو يعني بيوضح معنى كلمة owing اللي معناها دين غير مسدد. هننتقل للمسألة اللي بعدها رقم 2. The supporters gave shouts of encouragement. This means they not. الإجابة طبعا معنى الجملة بيقول إن المؤيدين أعطوا shouts of encouragement، صياحات تشجيع. shouts هنا نون معناها صيحات، طبعا encouragement يعني تشجيع. ده معناه ان هما كانوا بيعملوا ايه؟ زي cheered. cheered فعل معناه يهتف او يشجع. flood فعل معناه يفيض او يغمر بالماء. كلمة turn التصريف الثالث من الفعل tear. tear tor torn، والفعل ده معناه يمزق، والكلمة دي ممكن تمشي صفة بمعنى ممزق. scolded التصريف التاني والتالت من الفعل scold اللي معناه يوبخ. المسألة اللي بعدها رقم 3. she hadn't read the letter and so was unaware of its not. الجملة معناها بيقول هي لم تقرأ الخطاب وكانت لذلك غير واعية او غير مدركة او ما تعرفش its content، ما تعرفش المحتويات بتاعة الخطاب، يعني الكلام اللي مكتوب فيه. لكن كلمة convicts جمع كلمة اسمها convict اللي معناها محكوم او مدان، محكوم عليه يعني او مدان، وبتمشي فعل بمعنى، لو جت فعل بتكون معناها يدين او يحكم على. cosmetics دي معناها مستحضرات التجميل، وكلمة contradictions دي معناها تناقضات. رقم 4. prices may vary so it's not shopping around before you buy. الإجابة هتكون will worth، والصفة worth بيجي بعدها verb ing بالشكل ده، وممكن يجي قبلها الظرف will، وممكن يجي قبلها الظرف really، وما ينفعش يجي قبلها الظرف very. الجملة معناها ان الاسعار ربما تتراوح او تتباين، يعني تطلع وتنزل، لذلك الامر يستحق التسوق before you buy، قبل ان تشتري. الاسعار بتتراوح مختلفة من مكان لمكان، فالامر يستحق ان انت تمشي في الاسواق تتسوق عشان تشعر وتشوف الاسعار في كذا مكان، وبعدين تشوف الانسب ليك. must see معناها مكان يجب رؤيته، طبعا دي نون. worthless صفة معناها لا قيمة له أو تافه. worn out دي صفة معناها بال أو مهترئ، حاجة مهرية أو يعني حاجة متقطعة يعني مهرية من كتر اللبس. رقم 5. you don't have to use your not when you are watching television. الإجابة هتكون كلمة imagination اللي معناها الخيال، والجملة معناها ان انت مش محتاج تستخدم خيالك وانت بتتفرج على التلفزيون. ليه هتستخدم خيالك في ايه؟ انت كده كده الصورة قدامك، بعكس لو انت بتقرأ قصة او رواية، فانت بتحاول انك تشغل خيالك عشان تتخيل الاحداث اللي انت بتقراها، بتتخيلها في مخك، لكن انت ما بتحتاجش القصة دي وانت بتتفرج على التلفزيون او على السينما، لان انت كده كده الصورة قدامك واضحة
ما بتحتاجش تستخدم خيالك عشان تتخيل الأحداث. image معناها صورة أو نسخة من، نسخة من شخص أو صورة ذهنية منطبعة برضو، يعني ده يعني تيجي بمعنى انطباع عند الناس. merge ده فعل معناه يندمج أو يتحد. subversion دي معناها نشاط هدام، نشاط هدام أو تخريب. المسألة اللي بعدها رقم 6، the plane to Brazil off tomorrow at 6 a.m. الإجابة هتكون takes off اللي هو زمن المضارع البسيط عشان دي جداول مواعيد، والجملة معناها إن الطائرة إلى البرازيل تقلع غدا الساعة 6 صباحا. رقم 7، in the future paperback books will probably be not by e-books. الإجابة هتكون كلمة replaced اللي هو فعل معناه يستبدل أو يحل محل، والجملة معناها إن في المستقبل الكتب الورقية سوف من المحتمل أن تستبدل بالكتب الإلكترونية. published فعل معناه ينشر. estimate فعل معناه يقدر أو يقيم. compared معناها يقارن. رقم 8، the lazy student admitted not his homework at home. الإجابة هتكون كلمة leaving، وزي ما احنا عارفين ان الفعل admit بيجي بعده verb ing بالشكل ده، وده معناه يعترف. كذلك عكس كلمة يعترف كلمة اسمها deny اللي معناها ينكر، وبرضو بيجي بعدها verb ing. المسألة اللي بعدها رقم 9، نقط is a radio program that can be downloaded from the internet. الإجابة هتكون كلمة podcast اللي معناها بث إذاعي صوتي يمكن تحميله من على الإنترنت. بيقول إن هو برنامج إذاعي يمكن تحميله من على الإنترنت. foresee ده فعل معناه يتنبأ، وكلمة forecast برضو معناها يتنبأ أو يتكهن. وفي حاجة اسمها weather forecast اللي هي النشرة الجوية، يعني هي بتمشي اسم وبتمشي فعل، الكلمة دي كلمة forecast. وbroadcast دي معناها يبث أو يذيع. المسألة اللي بعدها رقم 10، by 2050 we hope that oil not by clean energy. عندك by وعندك سنة من سنين المستقبل، يبقى انت محتاج زمن المستقبل التام. عندك زمنين، واحد مستقبل تام مبني المعلوم، واحد مستقبل تام مبني المجهول. يا ترى لما تيجي تتكلم عن الاويل اللي هو البترول، وعندك هنا بقول لك باي كلين انرجي، يبقى انت محتاج ايه؟ طبعا ويل هاف بين ريبليسد عشان يبقى الجمله معناها في الاخر نحن نامل ان البترول سوف يتم استبداله بواسطه الطاقه النظيفه. رقم 11، some of the students can stay in cheap not near the university. الإجابة هتكون كلمة lodgings. lodgings الكلمة دي من غير حرف الإس، من غير حرف الإس معناها مسكن أو إقامة. طيب لما بيبقى فيها حرف الإس معناها إيه؟ معناها غرفة مستأجرة في بيت. طبعا الكلام ده مش موجود عندنا احنا في بلادنا، لكنه موجود في بلاد أوروبا بشكل كبير. الجملة معناها ان بعض الطلبة يمكن ان يقيموا في غرفة مستأجرة في بيت بشكل رخيص بجوار الجامعة. تيجي ناس عندها بيوت او شقق جنب الجامعة وبيقول لك انت هتاخد مثلا غرفة واحدة في البيت عندي، الغرفة دي بتاعتك، وتتشارك بقى في الحمام والمطبخ والحاجة دي، تبقى انت مأجر اوضة وبتدفع ثمن الاوضة بس. طبعا الكلام ده موجود بكثرة في دول اوروبا، لكن يعني ما اعتقدش ان هو ممكن يكون موجود عندنا في دول بتاعتنا. كلمة lanterns كلمة جمع مفردها كلمة lantern اللي معناها فانوس. و belongings دي معناها أمتعة أو ممتلكات. وكلمة longings جمع كلمة longing اللي بتيجي بمعنى شوق، شوق يعني أو حنين. وفي الحالة دي بيبقى إيه؟ بيبقى اسم غير معدود، لكن لما بتبقى اسم معدود تحط لها اس بيبقى معناها رغبات، جمع كلمة رغبة، وهي متاخدة من فعل اسمه long اللي انتوا عارفين ان هي صفة بمعنى طويل او ظرف بمعنى بشكل طويل او لمدة طويلة.
لكن هي بتمشي فعل كمان بيكون معناها يتلهف إلى أو يشتاق أو يتوق إلى. والنون منها كلمة longings اللي معناها الشوق والحنين والرغبة. رقم 12 هي نقط a lot of health problems since he started living in that polluted city. الإجابة هتكون كلمة has had، عشان احنا عارفين إن since بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط. المسألة اللي بعدها رقم 13 successful people are always looking for new نقط to learn and develop their skills. الإجابة هتكون كلمة opportunities اللي معناها فرص، والجملة معناها إن الناس الناجحة دائما ما يبحثون عن فرص جديدة علشان يتعلموا وينموا مهاراتهم. handles جمع كلمة handle اللي معناها مقبض أو مسكة، يعني مقبض سكينة أو مقبض باب أو مقبض طاسة أو مقبض الحلة اللي بنشيل منه الحلة لما تكون سخنة، الحاجات دي. وبتيجي فعل بمعنى يعالج مشكلة أو يتصرف أو يمسك أو يلمس. كلمة candles جمع كلمة candle اللي معناها شمعة، وكلمة syndrome دي معناها أعراض مرض يعني أو أمارات، وبتمشي برضو بمعنى متلازمة، طبعا دي من الأمراض الإيه النفسية. رقم 14 her husband deserted her. A synonym for desert is كلمة abandon. desert كلنا عارفين معناها بمعنى صحراء، شوف انا نطقتها ازاي desert، لكن desert ده فعل معناه يهجر، نفس معنى كلمة abandon اللي معناه يترك او يتخلى عن او يهجر برضو. والجملة معناها ان زوجها تركها او هجرها. لكن كلمة separate لو نطقتها كده separate بيبقى فعل معناه يفصل او ينفصل او يفرق او يتفرق، ولو نطقتها separate بتبقى صفة معناها منفصل. attend ده فعل معناه يحضر او يذهب الى، ولو خد معها حرف الجر to attend to دي بيبقى معناها يرعى او يهتم بي. وكلمة comprehend ده فعل معناه يفهم. المسألة اللي بعدها رقم 15 two نقط means to love and desire. الإجابة هتكون كلمة adore. adore ده فعل معناه يعشق، وهو بقول انك معناه انك تحب وترغب في شيء بشدة، يعشق يعني. admit لسه قايلين معناه يعترف، وعكسه deny اللي هو ينكر. نفس الكلمة موجودة، واضح ان ده خطأ طباعة. adopt ده فعل معناه يتبنى او يتخذ او يقر. رقم 16 I can't remember where I had left my mobile phone. I am not sure I not it at home. طالما قال I am not sure يبقى انت محتاج اللي بعبر عن الاحتمالية، يبقى بالتأكيد اجابتك هتكون might have left حتى من غير ما نشوف معنى الجملة ايه. المسألة بعدها رقم 17 in mysterious letters the document can't be understood. in a mysterious mood he fails to convey his message to the reader. in a mysterious language is something is disgusting and not understandable. بص الفاعل الجملة التانية، فاعل الجملة التانية بيقول the document ده في أول جملة، وفاعل الجملة التانية في الجملة التانية كلمة he، ودي كلها على بعضها جملة واحدة مش جملتين. احنا هنا نستخدم حاجة اسمها نوعين، اسمها نوع اسمه present participle clause ونوع اسمه past participle clause. هكتبهم لك هنا اهو، ال present participle clause وال past participle clause. طبعا انتوا عارفين past participle هو التصريف الثالث اللي فيه طلبة كتير عليه بتقول ال PP، ولكن ده اسمه past participle اللي هو التصريف الثالث، والبريزنت بارتيسيبل اللي هو التصريف الاول. وده معناهم بالعربي اللي هو الباست بارتيسيبل ده اسم المفعول، والبريزنت بارتيسيبل ده اسم الفاعل. ده بستخدمه في المبني للمعلوم اللي هو البريزنت بارتيسيبل، وده بستخدمه في المبني للمجهول اللي هو الباست بارتيسيبل. البريزنت بارتيسيبل اللي هو ده بيكون عباره عن فيرب اي ان جي،
تخيل بقى معايا كلمة the document، الوثيقة أو المستند، هتكتب ولا تكتب؟ تمام، هتكتب. يبقى المبني للمعلوم ده اللي هو البريزنت بارتيسيبل اللي هو رايتنج، ده غلط، يبقى بي ودي غلط. انا قلت لك دايما لما يكون عندك اكتر من فراغ سقط اجابات. حتى انت لو بصيت للجمله الثانيه اللي هي قصدي الفعل اللي بعدها، اللي بعد كلمه زي كده، هتلاقي مبني للمجهول برضه، كانت بي اندرستود. يبقى واضح ان الجمله اللي هنا في الاول برضه كانت مبني للايه؟ للمجهول. فانت محتاج باست بارتيسيبل. يبقى انت محتاج يا ريتن اللي هو في ليتر اي، يا ريتن اللي في ليتر سي. بص بقى للنقط التانية، فاعل الجملة التانية كلمة هي، يبقى في نفس الوقت هو هيكون فاعل الجملة الأولى. طب هي ده أكيد إنسان، طيب هتختار بقى رايتنج ولا ريتن، هيكتب ولا يكتب؟ تمام، يبقى الإجابة خلاص بقت ليتر اي، لأنه هيكتب أهو رايتنج، مش هتنفع دي اللي معناها يكتب. والتالتة هيبقى رايتنج برضو، بس ده هتبقى ايه؟ هتبقى نون، هتبقى جيرند نون، يعني الكتابة. معاني بقى الجمل كلها على بعضها، اللي عاوز يعرف معاني الجملة، حين بعد لأنها كتبت، اللي هي الوثيقة يعني، لأنها كتبت بحروف غامضة أو مبهمة فإنها لم تكن مفهومة، أو لم يكن، ما كانش حد قدر يفهمها يعني. والجملة التانية برضو لأنه كتب، هنا بقى نقول لأنه كتب في مزاج أو بأسلوب غير مفهوم أو بأسلوب غامض، فشل أن ينقل رسالته للقارئ. والجملة الثالثة، الكتابة بأسلوب أو بلغة غامضة غير مفهومة هو شيء مقرف وصعب الفهم. ده ببساطة يعني إيه المسألة. رقم 18، she asked what I had bought is a or an not sentence. الإجابة هتكون كلمة declarative، عشان دي جملة خبرية آخرها full stop أهي، مفيش في آخرها question mark، يبقى مش interrogative. interrogative دي يعني سؤال، ولا imperative اللي هي فعلة أمر، فعل أمر اللي هو إلزامي أو أمري، الجملة الأمرية طبعا ما بتبدأش بفعل أمر، ده بتبدأ بفاعل. وexclamatory دي لو كان آخرها exclamation mark، ودي طبعا آخرها full stop. رقم 19، there are some qualities that should be in a good friend. الإجابة هتكون، هو بيقول في السؤال which of the following supporting details doesn't fit. لا نعيدها تاني، رقم 19، there are some qualities that should be in a good friend. which of the following supporting details doesn't fit. الإجابة هتكون we have to be careful when we choose our friends. الجملة دي مش هتكون مناسبة، لن تناسب. ليه؟ هو بتكلم عن الكواليتيز اللي مفروض تكون موجودة في الصديق الجيد. لو لاحظت هتلاقي ان الجملة دي بتقول مواصفات للصديق الجيد، وبرضو الجملة دي بتتكلم عنه، وبرضو الجملة تقول لك زي بتتكلم عنهم، لكن دي بتتكلم عننا احنا، we بكل بساطة يعني عشان اوضح لك السبب. كذلك برضو ليتر سي برضو بتتكلم عن الصديق الجيد. رقم 20، ا او ام نقط اكسبريسز سيربرايز، بتعبر عن الدهشة اللي هي الاكسكلاميشن مارك علامة التعجب. الفول ستوب بحطها في نهاية الديكلاراتيف سنتنس اللي هي الجملة الخبرية، والسيمي كولون طبعا احنا عارفين استخدامتها قلناها، والكويشن مارك اللي هي بتحط في اخر الايه السؤال او الانترجوتيف سنتنس. رقم 21، which of the following has the correct punctuation. الإجابة الصحيحة letter B، Quran reading is an important religious ritual for Muslims. يعني بالعربي قراءة القرآن هو مظهر أو شعيرة دينية مهمة بالنسبة للمسلمين. الأخطاء اللي موجودة عندك، الكوما اللي موجودة في آخر الجملة مفروض تبقى full stop، والكيو في letter C مفروض تبقى capital لأنها أول حرف في الجملة، والquestion mark اللي موجودة في آخر letter D لأن دي مش جملة استفهامية. رقم 22، she understands him well. him is a or an not pronoun. طبعا him تعتبر ايه؟ ادي فاعل، ادي فعل مفعول، يبقى object pronoun ضمير مفعول، subject pronoun ضمير فاعل، reflexive pronoun اللي هو ضمير منعكس،
اللي هو فيه كلمة سيلف، أي حاجة فيها كلمة سيلف أو سيلفز اعرف إن ده ضمير منعكس، ماي سيلف، هيم سيلف، يور سيلف، وهكذا. possessive اللي هو ضمير ملكية، اللي هي كلمة ماين وهيز وهيرز وأورز ويورز وزيرز، طبعا دي كلها ايه؟ ضمائر ملكية. رقم 23، a نقط is a word or phrase that links ideas together. الإجابة هتكون كلمة transition اللي هي الكلمة الانتقالية، الكلمات الانتقالية زي ايه؟ زي however و but و in addition to و as well as و if، والكلمات دي كلها اسمها كلمات انتقالية. بيقول لك عبارة عن كلمة أو عبارة بتربط الأفكار ببعضها. close دي بيكون عبارة عن جملة، في يعني جملة بسيطة كده، جملة صغيرة داخل جملة كبيرة مركبة أو جملة معقدة. وفريز دي معناها عبارة لو كان فيها الفعل ما بيبقاش فيها فاعل، ولو كان فيها الفاعل ما يبقاش فيها فعل، المهم ما يبقى يغيب فيها حاجة من الاتنين، يا يغيب فيها الفاعل يا يغيب فيها الفعل. لكن لو اتوجد فيها الفاعل والفعل مع بعض خلاص كده بقت جملة، بقت close أو sentence. sentence اللي هي الجملة الكاملة مكتملة الأركان. المسألة اللي بعدها رقم 24، which of the following sentences is incorrect. الجملة الغير صحيحة هتكون letter A، unless we have some free time we will go for a bike. هتقول لي ايه الغلط فيها؟ اقول لك ادي unless اللي بتساوي if not. unless بتساوي if not، يعني معنى كده ان الجملة منفية. طالما الجملة منفية ما ينفعش ناخد some في الجملة المنفية، بناخد ايه؟ بناخد any، يبقى المفروض الصم دي تبقى اني. بقيت الجمل كلها جمل صحيحة. رقم 25، because Jim doesn't like to drive he always flies between Denver and Vail. الإجابة هتكون not liking to drive Jim always. طبعا شرحناه قبل كده اللي هو ال participle close، وده present participle، وده في حالة نفي. وأصل الجملة طبعا هي موجودة أصلا هي because Jim doesn't like، بنحذف because وبنحذف كمان جيم، وباجي للفعل ده بخليه فيرب اي ان جي، وطبعا لانه منفي بنحط قبل منه كلمه ايه؟ كلمه نوت بالشكل ده. طبعا بقيه الجمل كلها ايه؟ مش هتنفع. المساله اللي بعدها رقم 26، which of the following is a subordinating conjunction. اي من هذه الروابط يعتبر رابط subordinating conjunction، ده نوع من انواع الروابط اللي هو subordinating conjunction، اسمه الروابط الثانويه. لو قلت لك على سبيل المثال جمله بالشكل ده، he didn't attend the party since he was tired. كلمة سنس ده اهي، ده رابط من الروابط الثانوية. ليه؟ لأنه بيربط بين جملتين. الجملة الأولى دي اسمها جملة أساسية، جملة كاملة مش ناقصة أي حاجة، ممكن تقولها لوحدها بدون ما تستخدم الشق اللي في الآخر ده معاها. يعني ممكن تقول لأي حد he didn't attend the party، إن هو ما حضرش الحفلة، وخلاص من غير ما تقول الجزء الأخير ده. الجزء الأخير ده دي اسمها جملة ثانوية. جملة ثانوية سبقها رابط ثانوي subordinating conjunction، فالإجابة بتاعتنا هتكون letter C اللي معناها since، وهي هنا معناها إيه؟ معناها لأن. الجملة معناها إن هو ما حضرش الحفلة لأنه كان تعبان، فدي اسمها جملة ثانوية اللي هو ده اسمه close يا جماعة. بالمرة بقى عشان طالما كنا عايزين أضرب لكم مثال كلمة close، close ده إيه؟ ده close وده اسمه close، بس الclose ده هو اسمه dependent clause. dependent clause، والclause ده هو اللي في الأول اسمه independent clause. يعني ايه independent؟ يعني مستقل، يعني ممكن يشيل الجملة لوحده من غير الحتة اللي في الآخر دي، ممكن أقوله لوحده من غير الجزء ده، لكن الجزء اللي في الآخر ده ينفع تقوله لوحده؟ لا. يبقى dependent clause دي معناها معتمد على أو متوقف على أو ثانوي أو فرعي، المهم إن هو لازم يعتمد على الجملة التانية معاه، ما ينفعش إنك تقول لأنه كان تعبان وتسكت.
لازم بقى تقول ايه لانه كان تعبان حصل ايه. فده ده كلوز وده كلوز، لكن دي كلها على بعضها من اولها لاخرها كده، الجمله دي كلها كده دي تبقى سنتنس، عشان بس نوضح الفرق ما بين الكلوز والسنتنس. طيب انا عندي في انواع تانية من الكونجنكشن، احنا قلنا ان سنس ده اهي الرابط ده اللي معناه هنا معناها لان مش معناها منذ، دي تعتبر سبوردينيتنج كونجنكشن، رابط من الروابط السنوية. انا عندي روابط تانية، عندي نوعين تانية من الروابط، بقيه الروابط اللي موجوده عندي ان اهي اللي هي بات وفور واند، دي اسمها كووردينيتنج كونجنكشنز بالشكل ده، كووردينيتنج كونجنكشنز اللي معناها روابط العطف، روابط حروف العطف او روابط العطف. وروابط حروف العطف تستخدم للوصل بين كلمتين او جملتين فيما بينهما. ولعل اشهر الامثله التي نعرفها من الـ من الـ من الكوردينيت كونجنكشنز هو كلمه بط وكلمه اند، دول اشهر اتنين، او كلمه اور كمان معاه اللي هم موجودين دول. يعني على سبيل المثال لو قلت لك جمله على كلمه بط او جملتين عشان نوضح، وايه الفرق بين الكوردينيت كونجنكشنز والسبوردينيت كونجنكشنز. الفرق بينهم ان السبوردينيت كونجنكشنز بتربط بين جملتين زي ما قلت لك كده، واحده ديبندنت وواحده اندبندنت، وما ينفعش تربط غير بين جملتين. لكن الكووردينيت كونجنكشنز ممكن تربط بين جملتين او بين كلمتين، وده هوضحه في مثالين هضربهم لك على كلمه ايه، على كلمه بط. لو قلت على سبيل المثال ذا ويزر يعني الطقس، ويل بي صني بط كولد، هنا هتلاحظ كلمة بط ربطت ما بين صفة وصفة، كلمتين، يعني الطقس سوف يكون مشمس لكن بارد، هيكون مشمس صحيح والشمس هتبقى طالعة، لكن في نفس الوقت الجو هيكون ايه، هيكون بارد. طيب لكن لو قلت جملة بقى بالشكل ده، he hasn't got a car، هو ما عندوش عربية، but his sister has، لكن اخته عندها. دي جملة اهي، وفي الاول ان هو ما عندوش عربية دي جملة، ودي واحدة اللي هي الجملة اللي في الاول دي independent، ممكن تقول هو ما عندوش عربية وتسكت خلاص، مفهوم ان هو ما عندوش عربية، لكن اخته ما عندهاش، دي اسمها ايه، dependent clause. وهكذا في نوع ثالث انا اتكلمت عنه في الحلقة اللي فاتت مباشرة، اللي هو النوع اللي اسمه correlative conjunction. وعشان اوضح لكم هشرح لكم الثلاثة بس بعد ما نخلص الأسئلة اللي باقية معانا ده، اهي هشرح لكم ببساطة الفرق ما بين الثلاث أنواع دول. أنا كنت عاوز أخليها للآخر بس قلت أعملها دلوقتي وخلاص، وبعدين نبقى نرجع لباقي التمارين كم مسألة اللي باقيين. التايبس اوف conjunctions اللي هي أنواع الروابط، عندك ثلاث أنواع، الكوردينيتنج conjunctions والسبورتينيتنج conjunctions والكوريلاتيف conjunctions. قلنا الكوردينيتنج conjunctions اللي هي روابط حروف العطف تستخدم لكي تربط ما بين كلمتين أو عبارتين زي ما احنا قلنا، والسبورتينيتنج conjunctions بتستخدم عشان تربط بين independent clause مع dependent clause زي ما أنا وضحت لك، والكوريلاتيف conjunctions اللي هي الروابط الثنائية بتكون عبارة عن ثنائي أو زوج من الروابط بيستخدموا في الجملة عشان يربطوا بين أفكار أو كلمات مختلفة، أو أفكار أو كلمات مختلفة زي both و and اللي هي كلا من مع و، هتلاقيها دايما كلها بتتكون من كلمتين both and just as و so أو either or و neither nor not only but also وهكذا hardly when scarcely، كل ده كده اسمها correlative conjunction الروابط الثنائية. بعد اسمها الروابط عشان في ناس بتحب تذاكر بالعربي مع الانجليزي، الروابط الثنائية معلش خط وحش، ودي الروابط الثانوية، ودي اسمها روابط حروف العطف. اجيب لك بقى امثلة، ادي الـ subordinating conjunction list، تنفع after، تنفع also، تنفع as soon as because before but، كل ده كده يعتبر ايه، subordinating conjunction. الجملة اللي فيها الرابط دي بتكون dependent clause، يعني after اهي ده اسمه dependent clause وده independent،
كل جملة فيها يعني as soon as I saw her دي جملة ايه؟ dependent، ودي دي independent، وهكذا. الجملة اللي فيها الرابط ايا كان الرابط دي بتكون جملة dependent، واللي ما فيهاش الرابط بتكون جملة independent، وده اسمه close وده اسمه close، وكلها على بعضها اسمها sentence. دي بقى امثلة على ال coordinating conjunctions اللي هي for and nor but or yet so وهكذا. قلنا الفرق بينها ان دي بتربط، ممكن تربط ما بين كلمتين او ما بين جملتين. واخر حاجه اللي هي الكوريلاتيف كونجنكشن، الروابط الثنائيه اللي بتتكون من كلمتين مع بعض، زي كلمه both و and و either or و just as و so وهكذا، دي اسمها الروابط الثنائيه. نكمل حل بقى في كتاب My New Friend رقم 27، You can rely on him, he is not hard working, honest. احنا لسه كنا متكلمين شويه على ايه؟ على الكوريلاتيف كونجنكشنز اللي هي الروابط الثنائيه. هو جايب لك روابط ثنائيه كلها اهي. هنا هنستخدم ايه بقى؟ هنستخدم both and. الجملة بتقول يمكنك ان تعتمد عليه، يمكنك ان تثق فيه او تأتمنه، لان هو كلا من hard working بيعمل بجد وشخص امين. يعني هو متوفر فيه الحاجتين، مش اما مجتهد في عمله واما امين، ولا مجتهد ولا امين. طبعا دولي غلط ودي مش هتنفع خالص. رقم 28، we should encourage children not we must encourage not in general. encourage لو جه بعدها مفعول يبقى تاخد تو زائد المصدر، ولو ما جاش مفعول هتاخد فيرب اي ان جي، يبقى الاجابه هتكون letter B. رقم 29، which of the following sentences is punctuated in the correct way. الاجابه هتكون letter B. احمد asked what are we going to do. الخطأ اللي موجود عندك ان هنا الفول ستوب موجودة والجملة بادئة بوات اللي هي اداة استفهام، وهنا لتر A الخطأ في عدم وجود الكومة بعد asked، وهنا الخطأ في ان الدبليو بتاعت وات مفروض تبقى كابيتال لتر وهي معمولة سمول. رقم 30، what is the adjective phrase in this sentence. the teacher ate an apple of red color. الجملة دي هي اللي بتقول ان المدرس اكل تفاحة ذات لون احمر، of red color. بيقول لك فين ال adjective phrase، وانا اتكلمت عن ال adjective phrase وال noun phrase اتكلمت عنهم كتير في الفيديوهات اللي فاتت، فالاجابة هتكون of red color. دي اسمها adjective phrase، عبارة وصفية بتصف كلمة ايه؟ بتصف كلمة apple تفاحة، مالها التفاحة؟ ذات لون احمر. لكن هنا apple of red color دي كده جايب لك الـ الاسم مع الصفة بتاعته مش هتنفع، ودي جايب لك الفعل مع المفعول فمش هتنفع، ودي teacher اللي هو noun بس. وعشان برضو افكرك بشرح الـ adjective phrase، بص معايا. الـ adjective phrase عبارة عن group of words، مجموعة من الكلمات بتعمل كصفة في الجملة. مثال الجملة دي، الطالب the student who was greatly talented اللي كان موهوب بدرجة كبيرة won the award، فاز بالمكافأة أو فاز بالجائزة. الجملة اللي حوالين منها المستطيل ده دي كلها اسمها adjective phrase، بتوصف ايه؟ بتوصف كلمة student، بتوصف الاسم. كل الجملة جملة الوصل دي adjective phrase بتوصف كلمة student. هنا بقول لك انا هخليك تحل معايا تمارين، عاوزك تختار ال adjective phrase، انت اختار ال adjective phrase. جايب لك اول جملة هنحل سوا كده مع بعض. اول جملة بتقول an extremely important نقط decision was taken at the meeting. الاجابة هتكون ايه؟ ال adjective phrase اهي، هي دي ال adjective phrase. دي مش هتنفع لان دي فيها الاسم ودي اللي بتوصفه، يعني طبعا decision معناها قرار، ودي مهم للغاية، مهم للغاية بتوصف قرار، يبقى ده اسمه ال adjective phrase. جملة تانية، plants grow well in soil rich in nitrogen. النون ال adjective phrase اهي بتوصف كلمة soil اللي معناها التربة الزراعية، تربة مالها غنية بالنيتروجين او بعنصر النيتروجين، فكلمة غنية بالنيتروجين بتوصف تربة، تربة زراعية، فدي اسمها noun adjective phrase. شيام wore a dress. شيام ارتدت فستان.
made of silk هي دي الادجكتيف فريز، لان مصنوع من الحرير، كلمة سلك يعني حرير، بتوصف دريس، فستان مصنوع من الحرير، وهكذا. دي اللي اسمها الايه؟ الادجكتيف فريز. دلوقتي مع اجابات قطعة الريدنج، اول حاجة نمبر 1 اجابتها سي، نمبر 2 اجابتها بي، نمبر 3 اجابتها دي، نمبر 4 اجابتها بي، نمبر 5 اجابتها دي، نمبر 6 اجابتها سي، ونمبر 7 اجابتها دي، ونمبر 8 اجابتها سي، ونمبر 9 اجابتها بي، ونمبر 10 اجابتها اي. في القطعة التانية نمبر 1 اجابتها دي، ونمبر 2 اجابتها سي، ونمبر 3 اجابتها اي، نمبر 4 اجابتها سي، ونمبر 5 اجابتها سي، نمبر 6 اجابتها اي، نمبر 7 اجابتها سي، ونمبر 8 اجابتها اي، ونمبر 9 اجابتها اي، ونمبر 10 اجابتها دي. اول سؤال في الترجمة بيقول studies show that people who live with their families، اجابتها حرف الجيم، تظهر الدراسات ان الاشخاص الذين يعيشون مع عائلاتهم، الاخطاء اللي موجودة عندك، يحققون سعادة، وحرف الدال الخطأ اللي فيها في كلمة بمثابة واجهتك في اوقات الحاجة. هو قال كلمة your rock اللي هي صخرة في اوقات الشدة او اوقات الحاجة. رقم 2 there are various causes of global warming، الاجابة هتكون حرف الدال، هناك اسباب مختلفة لظاهرة الاحتباس الحراري، والاخطاء اللي موجودة عندك في حرف الالف كلمة التحول البركاني، ونفس الخطأ موجود في حرف الباء التحول البركاني، وحرف الجيم كلمة تكرير الوقود الأحفوري. رقم 3 عليك تناول وجبات متوازنة بها العناصر الغذائية، الإجابة لتر بي، you should eat balanced meals. الأخطاء اللي موجودة عندك كلمة balance دي معناها توازن أو يوازن، احنا عايزين نصفها balanced، ولتر سي الخطأ اللي في كلمة meals the nutrients من غير حرف الجر with، ولتر دي كلمة nutrients are necessary مش عايزين are، وطبعا هنا كلمة necessary اللي هي الصفة جاية بعد كلمة nutrients، وانت اذا كنت متلخبط واستغرب ازاي ان الصفة جاية بعد كلمة nutrients اللي معناها العناصر الغذائية، دي كان اصلها موجود هنا كده بين الكلمتين، كان موجود which are necessary، ودي من احد الحالات اللي بيتم فيها حذف ضمير الوصل، لما بتكون الجملة اللي هي عبارة الوصل بيكون فيها صفة بتحذف ضمير الوصل وبتحذف الفعل المساعد اللي هو عادة ما بيكون verb to be، وتبقي على الصفة وتسيب الصفة، فدي كان أصلها which are necessary. المسألة اللي بعدها رقم 4 تتصدر الحوادث الجوية، الإجابة letter D air accidents always lead headlines. الأخطاء اللي موجودة عندك في letter A كلمة but، وقال لأن عايزين because، وكلمة B حطت الفعل lead قبل always، وده غلط، always لازم تيجي قبل lead لأن ظروف التكرار تأتي قبل الفعل الأساسي وبعد الفيرب تو بي، وليتر سي الغلط في كلمة لايف، احنا عايزين الظرف اللي اسمه alive اللي معناها على قيد الحياة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلش عليه بضغط اللايك، أتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.